السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس جديد في اللغة العربية، يعني التمييز والانواع ديالو مع النماذج من الامتحانات السابقة من 2010 الى 2020. وقبل ما نبداو كنتمنى اي واحد جديد في القناة يشترك ويفعل الجرس ويدير لايك باش ان شاء الله دائما يوصلوا الجديد. اذا الدرس ديال اليوم هو التمييز وانواعه. التمييز هو واحد الاسم يبين المراد من اسم مبهم قبله او جملة مبهمة، وهو نوعان، وهذا الاسم يعني كيكون نكرة من منصوب. والانواع ديال التمييز عندنا جوج ديال الانواع، عندنا التمييز ملحوظ والتمييز الملحوظ. التمييز الملحوظ يعني كيكون دائما منصوب، وبالنسبه للتمييز الملفوظ يجوز فيه النصب ويجوز الجر بمن او بالاضافه. بالنسبه للنوع الاول اللي هو التمييز الملحوظ، هو الذي يبين المراد من جملة مبهمة قبله. بعض الأمثلة ديال التمييز الملحوظ يعني ازدادت الحرارة ارتفاعا، يعني هذا الارتفاع كتبين لنا يعني اشنو بغينا من هاد الجملة، يعني ازدادت الحرارة ماذا، يعني الجملة مبهمة الى حد الان الى توقفنا هنا ازدادت الحرارة ماذا، يعني ازدادت ارتفاعا. ثم عندنا ازداد اللاعب حماسة، يعني هنا الى شفنا دائما راه عندنا النصب النصب. ثم مناخ المغرب اكثر اعتدالا، وهنا كنبغي نشير لواحد النقطة. دائما ملي كيكون عندنا يعني الاسماء ديال التفضيل اكثر اجمل اقل الى اخره وكيتبعوا اسم منصوب، راه كيكون هذا الاسم راه تمييز ملحوظ، وهذه راه كتحط بكثره في الامتحانات ملي غنشوفوا النماذج غادي تتضح لكم هذا المثال. ثم بالنسبه للتمييز الملفوظ، هو الذي يبين المراد من اسم مبهم قبله ويكون بالفاظ، يعني كتكون عندنا هاد اربعه ديال الالفاظ، يعني الكيل عندنا المساحه والوزن والعدد. يعني دائما ملي يكون عندنا سؤال فيه تمييز ملفوظ دائما نربطوه بهاد اربعه ديال الالفاظ، وحنا غنشوفوا الامثله ديال كل وحده. بالنسبه للمساحه يعني اشتريت هكتارا ارضا، يعني هنايا كنهضروا على المساحه، هذا تمييز ملفوظ. ثم في الصندوق 75 تفاحة، هنا كنهضروا على العدد 75 تفاحة، أي هنا العدد، يعني التمييز ملفوظ العدد. ثم عندنا اشتريت كيلوغراما لحما، هنا كنهضروا على الوزن، يعني كيلوغرام لحما، يعني هنايا الوزن. ثم يشرب كريم كوبا من عصير، هنايا هذيك من اللي هضرنا عليها قبيله، يجوز فيه النصب والجر بمن او بالاضافه، هنايا كنهضروا على الكيل. يعني هكذا هذه الملخص يعني ديال الدرس. ودابا ملي غادي ندوزو للنماذج غادي تتضح لكم الصوره اكثر ان شاء الله من خلال التطبيقات ديال الامتحانات السابقه. اذا بالنسبه لاول نموذج فعندنا من الامتحان ديال دورة شوتنبير 2013، يعني 2010 و 2011 و 2012، يعني ما فيهمش أسئلة اللي عندها علاقة بالدرس ديال اليوم اللي هو التمييز وأنواعه. يعني السؤال كان في رقم، بالنسبة للامتحان ديال 2013 كان السؤال في رقم 16. الجملة كانت المهاجرون العرب أكثر إلماما بمشاكل الهوية الثقافية واللغوية. هنايا قال لك كلمة إلماما تمييز ملحوظ، قال لك ضع علامة في الخانة المناسبة، واش صحيح أو لا خطأ، يعني واش هاد إلماما
واش هي تمييز ملحوظ، الا كان صحيح غنديروه هنايا، الا كان خطأ غنديروه هنايا. هنايا عندنا المهاجرون العرب اكثر نفس الشيء اللي شرنا ليه قبيله هنايا، يعني هذه راه كتحط بكثره في الامتحانات ديال التعليم، يعني اكثر اقل للخيتو دائما تلقاو اسم تفضيل من موراه اسم يعني منصوب، راه كتكون كيكون تمييز ملحوظ. وهنايا هنايا دابا عندنا اكثر، وعندنا هنايا الماما، يعني واش عندنا واش هاد الماما واش هو تمييز ملحوظ صحيح ام خطا، يعني الاجابه راه الاجابه راه صحيح، يعني ان نديروا العلامه في الخانه ديال صحيح، لانه قال لك هنا يضع علامه في الخانه المناسبه، يعني الا كان هاد الماما يعني تمييز ملحوظ غنديروها صحيح، كون كان خطا غنديروا خطا، ولكن هنا عندنا اكثر الماما راه تمييز ملحوظ. ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبه للنموذج ديال 2014 يعني دورات يوليوز 2014، فالسؤال اللي متعلق بالتمييز كان في السؤال رقم 21، قال لك صل او لا صلي بسهم بين الجمله ونوع التمييز الذي تتضمنه في كل في ما ياتي. هنا عندنا الجمل وهنا عندنا النوع ديال التمييز، يعني غنديروا صل بسهم بين نوع التمييز والجملة. عندنا هنايا نظم الشاعر 30 بيتا، هنايا 30 راه تمييز عدد كيف ما شرنا قبيلة. هنايا عندنا هنايا في الصندوق 75 تفاحة، هنايا أيضا عندنا 30 بيتا، يعني أن ألف يعني واحد غادي تمشي لينا الدال، يعني راه تمييز عدد. ثم عندنا اشترى الشاعر هكتارا ارضا، يعني هنايا ملي كنهضروا على الهكتار راه كنهضروا على كيف ما شفنا هنا هنايا قبيله في الامثله، اشتريت هكتارا ارضا يعني المساحه. اشترى الشاعر هكتارا ارضا يعني غادي يمشي لينا الباء. ثم عندنا الجملة 3، ملأ الشاعر قلوب الحاضرين فرحا، يعني هنايا ما عندناش تمييز ديال الوزن، ما عندناش المساحة، ما عندناش الكيل، يعني راه تمييز ملحوظ، يعني غيمشي الجيم. ثم عندنا أعطى الحاكم الشاعر قربة عسلا، يعني التمييز كيل، يعني غتمشي لينا الألف. بالنسبة للهاء ما عندناش تمييز الوزن اللي شرنا ليه هنايا، يعني كيلوغراما ما عندناش هنايا شي جملة اللي كتضمن تمييز الوزن، هو اللي غادي يبقى لينا ما غاديش نربطوه مع حتى شي جملة. ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبة لهذا النموذج من دورة يونيو 2017، بالنسبة للامتحان ديال 2015 و2016، يعني 2015 ما كان توفرش عليه، 2016 ما كانش فيه شي سؤال اللي عنده علاقة بالدرس ديال التمييز. بالنسبة لهذا ديال 2017 فالسؤال كان وارد في رقم 5، قال لك ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المناسبة. عندنا هنايا اللغة العربية أكثر انتشارا من مجموعة من اللغات، يعني قال لك هنايا تعرب كلمة انتشارا في الجملة السابقة، هنايا هاد انتشارا واش كتعرب اسم تفضيل أو لا مفعول مطلق أو لا تمييز ملفوظ ولا تمييز ملحوظ، يعني واش هي تمييزا ملحوظا ولا تمييزا ملفوظا ولا مفعولا مطلقا ولا اسم تفضيل. هنا كيف ما قلنا وشرنا قبيله، عندنا اللغه العربيه اكثر انتشارا، هنايا جات من بعد واحد الاسم ديال التفضيل، يعني اكثر اقل راه كتكون مباشره راه تمييز ملحوظ، لانه هنايا تمييز ملفوظ ما عندناش دوك الالفاظ يعني ديال الكيل والمساحه والوزن
والعدد، وبالنسبة للمفعول مطلق هنا ما عندناش واحد التأكيد الفعل، ماشي قال لك انتشرت اللغة العربية انتشارا ولا، يعني ما عندناش. يعني الإجابة اللي صحيحة هي تمييز ملحوظ. ودابا ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبة لهذا الامتحان يعني دورة يناير 2018، فالسؤال كان وارد في رقم واحد، يعني قال لك ضع أو ضعي علامة في الخانة المقابلة للجواب الصحيح. هنايا قال لك أدب الأطفال أقل حضورا من أدب الكبار في الساحة العربية. هنايا عاوتاني قال لك تعرب كلمة حضورا، واش هي نعت أو لا بدل أو لا تمييزا ملحوظا أو لا تمييزا ملفوظا. هنايا راه الا شفتوا الاسئله يعني راه غادي تلقى بحال كيتعاودوا الاسئله، فقط كتبدل الصياغه شويه، اما المحتوى والطريقه ديال السؤال راه كتحط هي، يعني الا خدمتي واحد المجموعه من الامتحانات بهذه الطريقه راك غادي تجاوب بكل سهوله. هنايا عاوتاني عندنا اقل عندنا هنايا حضورا، يعني ديريكت راه تمييز ملحوظ، كيف ما شرنا ليها هاد مناخ المغرب اكثر اعتدالا. هنايا اقل الجمله فيها اقل حضورا، يعني الاجابه اللي صحيحه هي جيم تمييز ملحوظ. هنا راه ماشي تمييز ملفوظ حيت ما عندناش دوك اربعه ديال الالفاظ. ندوزو دابا للامتحان الموالي لهذا النموذج، يعني دوره دجنبير 2018. فالسؤال اللي عنده علاقة بالدرس ديال اليوم ديال التمييز فراه كان في السؤال رقم 23، يعني قال لك التواصل الحالي كاين شنو نقط مرحلة بدائية وانتقالية تمهد للتواصل أوسع نطاقا. هنايا إلا رجعتي للنص، إلا رجعتو للنص هنايا بالنسبة لهنا، هنا عندنا التواصل الحالي عبر الانترنت والذي يسود الطور الكتابي هو مرحلة بدائية وانتقالية تمهد لتواصل اوسع نطاقا. هنا شنو قالوا لنا؟ قال لك اذكر او اذكري نوع التمييز الوارد في الجملة السابقة، يعني هنايا يعني هذه الجملة اللي عطاونا قال لك نوع التمييز اللي وارد فيها، يعني غادي تقول انت واش تمييز الانواع ديال التمييز اللي كاينين جوج، وما هادو اللي عندنا هنايا عندنا تمييز ملحوظ وعندنا تمييز ملفوظ، يعني انت غادي تكتب فقط نوع التمييز غادير فيه ملفوظ او لا ملحوظ. او انطلاقا من هادشي اللي شفنا في الدرس فكيتميز تمييز الملفوظ راه خصها تكون فيه هاد الالفاظ. الا جينا لهنا الجمله فما عندناش هاد الالفاظ، يعني راه مباشرة غتستنتج بأن راه التمييز نوع التمييز اللي كاين هو تمييز ملحوظ. يعني راه بحال هاد الأسئلة تيكونوا بساط، فقط تيخص غير واحد شوية ديال التركيز، تركز مزيان في الجملة تعرف بأن مثلا ما وردش فيها هاد الألفاظ مباشرة درت النوع الآخر اللي هو تمييز ملحوظ. ودابا ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبة لهذا النموذج اللي هو دورات يونيو 2019، يعني آخر نموذج، فالسؤال المتعلق بالدرس ديال التمييز كان ورد في السؤال رقم واحد، قال لك ورد في النص ما يأتي، قال لك وأكثر المعارف عمقا. هنايا قال لك ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للإعراب الصحيح لكلمة عمقا. هنايا إلا جينا نشوفو مفعول مطلق، يعني هنا ما عندناش شي تأكيد ديال الفعل، يعني ما عندناش يعني هنايا عمقا ما عندناش عمق ولا شي حاجة أكثر عمقا ولا، يعني ما عندناش شي تأكيد ديال الفعل بالنسبة للمفعول مفعول مطلق. بالنسبة أيضا للحال يعني ما كيجاوبش لينا على السؤال ديال كيف. ثم بالنسبة للمفعول به راه خصنا الفعل والفاعل عاد باش يكون عندنا المفعول به. إذا السؤال الإجابة اللي كتبقى لينا هنايا فراه هو التمييز، وهنا كيف ما شرنا عندنا اكثر المعارف عمقا، يعني الاجابه الصحيحه هي ب
هكذا كنكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمهاش يدير لنا في التعليق وان شاء الله نجاوبه. وان شاء الله في الايام القليله المقبله راه غادي ننزل فيديوهات اخرى، لانه كيتواصلوا معايا واحد مجموعه من الاخوان والاخوات تيقول لك بغينا دروس اخرى. راه ان شاء الله عندي واحد مجموعه من الدروس يعني مكتوبه في الاوراق ديال الوسخ، فقط كنحاول ننظمها ونكتبها بواحد الطريقه تكون منظمه يعني باش حتى في التقديم تكون مزيانه. وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.